تاج الخودة. يا طوع الخيل عول للصدى ورمي سرجك فولدهم الغوار، يا مرسولي عرقه زين الهدى وروح للمتهون بهار الدخبار. بالنسبة للنمط الشعري اللي مارسناه عن طريق القصيدة البدوية، هو نمط شعري استطاع أن يحول لغة المعيش اليومي اللغة العامية بشرق المغرب إلى لغة إبداع. أما بالنسبة إلى تاريخ ظهور أو نشأة هذا النوع من القصيد الذي هو القصيدة البدوية، لا لم يحسب فيه بعد. هناك من يرجعه إلى هجرة العرب، القبائل العربية بنو هلال من شبه الجزيرة العربية وقدومهم إلى المغرب، وهناك من يرجح هذا النوع من القصيدة البدوية إلى فترة ظهور الملحون بالمملكة المغربية آنذاك بمنطقة سجي الماسة، لكن التاريخ الحقيقي لم يحسم.